السلام عليكم. أحمد فتح الصورة واضحة؟ صوت واضح لي فارق. نعم، صورة واضحة. تمام دكتور، واضح. أنا كويس، تمام. خليني انتبه بعض الطلاب. مرحبا دكتور. هلا هلا، خليني اشوف الشباب بس يحضروا شوي، فائدة تعمل الجميع. صورة واضحة عشان الفيديو. تمام دكتور. الآن هاي الموجودات، بعض الفيديوهات اللي راح نستعرضها في وقت قصير، مش راح ناخذ منكم وقت طويل، يعني للفائدة العامة والتعليق تبعها بالإنجليزي. لكن أنت من خلال المقصود من الفيديوهات استعراضها، نشوف كيف احنا دورة حياة مثلا الذبابة البيضاء، دورة حياة المن وما إلى ذلك اللي نقدر نعرضه. هاي يعني فيديوهات عملتها شركة كوبرت، وهي مختصة بالبيجيكال كنترول، فهمت عليك؟ على أساس إنه ترسخ عندك الآفة مثلا الذبابة البيضاء، كيف تتكاثر، كيف الجيل تبعها، كيف البيض. كتكنولوجيا عالية جدا في التصوير وشرح جيد. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ممكن احنا اي نقطة نوقف الفيديو نشرح حسب طلبكم. بسم الله. Whiteflies form a major threat for many vegetable and ornamental crops. The adults can be recognized by their waxy wings. Whiteflies have well-developed needle-like mouthparts. They extract sap from the underside of plant leaves and secrete honeydew. الآن شايفين إنه الذباب البيضاء آفة رئيسية على المحاصيل المتعددة، تتميز بشكل رئيسي على الشمع الموجود على الأجنحة. شايفين الشمع؟ صوته واضح حبايبي؟ شباب معانا؟ تمام دكتور، كل شيء تمام. فهمت علي كيف؟ يعني معك دكتور، معك الميزه المعينه طلع يعني الذباب البيضاء. شايفين الطبقه الشمعيه اللي بتغطي الاجنحه او حتى بعض الاجزاء الجسم نفسها. يعني كتصوير بهاي الصوره ما تتوقعوش انه هذا عباره عن طبقه شمع. بده تلاحظوا كيف الهاني ديو، الندوه العسليه، كما بتفرزها الذباب البيضاء. طلعوا سبحان الله، يعني هون المقطع، هون كيف بين الجناحين تطلع شايفينها؟ This honeydew in turn is a nutrient source for sooty moles. إذا شو السيئة تبعت الندوة العسلية؟ شو الضرر تبعها؟ حبايبي معي سامعيني؟ معك دكتور، معك دكتور.
شفت الندوة العسلية كيف طلعت، وبحكي لك انه الندوة العسلية هي الأعفان زي الريزوباس زي يعني بنحكي قاعدين انه بشكل عام الفطريات بدها مواد كربوهيدرات مش تتغذى عليها، لذلك اي أعفان مصدر إصابة بيجينا بتغذى على المادة الكربوهيدراتية اللي هي الندوة العسلية. البيض تحت السطح السفلي للأوراق. صوتي واضح في التعليق مع الفيديو شباب؟ اه دكتور اه دكتور واضح يعني انا وياه بنحكي مع بعض عادي ها؟ انا والتعليق بنفس الوقت. عادي واضح. دكتور الان بدون تلقيح ما في مشكله، لا بدون تلقيح اذا ما تجمعت الذكر والانثى في ذباب البيضة بيطلع لنا ايش؟ خلينا نراجع المعلومه، ذكر ولا انثى؟ اذا الاناث البيض اللي غير مخصص عن طريق تلقيح مع الذكر بيطلع لنا ذكور، فاهمين؟ وبعد تلقيح البيض الملقح بيطلع لنا هنا هي عملية التلقيح. هاي شكل البيض، شكل البيض مستطيل الشكل و تعمله بحلقات مستطيل الطويل زي اسطواني مستطيل العالي. بعد يوم او يومين بصير الوانه لونه غامق، بصير لونه غامق بتفخس لطور الحوري الاول او الكرولر الاول. انا كرولر حكينا زاحفات، هاي فقست البيضه الى طور الحوري الاول. طور الحوري الاول متحرك، هي متحرك بقعد لك من ساعة هو يدور، بعدين بقعد بثبت على الورقة خلاص بصير كرولر، بصير عمر الجيل الثاني بضل مستقر. وشايفين الهانيديو كيف تطلع من هون، ثالث ورابع. الآن هذا طور الكرولر الرابع، الآن انسلاخ للطور الزاحف الرابع. هذا الانسلاخ دكتور هيك؟ هيك الانسلاخ؟ هي بتطلع من الجلدة تبعتها زي الحية. هاي البيوبا، شايفين البيوبا اللي هيرز اللي عليها شعيرات؟ هاي العذراء انسلخ وطلعت عنا البالغة بتكون شفافة في البداية ما عليهاش واكس. لاحظين البالغة حديثة الخروج من اليرقة طلع شفافة، حتى الجناح حتى كل شيء. بعد ذلك بتفرز الشمع على الجسم. لاحظين شفافية البالغة، هي بتفرز الواكس، تفرز الشمع الأبيض للكل. قديش مكبر الدكتورة؟ حبيبي أقول قديش مكبرة؟ والله هذا يعني حجم الوايت فلاي تكبيرة دكتور قديه؟ يعني حجم الوايت فلاي تقريبا 14 سنتيمتر، 4 مليمتر لنحكي هنا 20 سنتي. اعمل نسبة لحالك، يعني لو ضربت ب 100 4 مليمتر بتطلع 40 مرة 50 مرة، انت علي كيف؟ لكن الكاميرات الريزوليوشن تبعها عالي، الريزوليوشن التصوير عالي، سهل انك تلاقي الحجم هذا تحت الميكروسكوب بالنسبة لويت فلاي. اذا طلعت اي ميكروسكوب بتبين كبيرة، انت لك بس مش بالوضوح هذا، وخصوصا انه هذا فيديو مش والله مايكروسكوب تطلع عليه بتثبت كذا مرزي هيك. عمق
عمق يعني المشكله في التصوير حبايبي سماكه اللي بتشوفه يعني انت هي لايرز عباره عن طبقات انت بتشوف طبقه خفيفه كل ما زاد التكبير صار قلت الطبقه اللي بتشوفها انت لي كيف يعني بدك تكبر ايدي انجك تشوف تمام دكتور تمام بتشوف الشعر على الايد بتشوفش الايد نفسها بصير مغبشه مزبوط ولا لا كل ما كبرت بصير سماكه اللي بتشوفه قليل هذا التكنولوجيا عالي هاي شركة كوبرت هذا بالنسبة لدباب البيضة بنيجي على المن هاي فيديوهات جميلة يعني بتضلها راسخة في عقلك هاي المارجز بسيكا حكينا من الدرق الأخضر اللي بصير بالعائلة الباذنجانية اللي أخذناها بصير عوائل كثيرة زي ما حكينا دكتور بعد إذنك تفضل هسا مشان المن قبل فترة شفت في شغلة بروفيسور طبعا جينات زراعية اللي ناشر الشغلة هاي يود وحليب ومية إلهن مقادير يخلقهن على حق يقول عليها دواء بدواء للمن بلا مفيدات بلا شيء يعني جايب لي ايود وبتقول لي مش مفيدات مش فاهم كيف تبعك يعني يود يعني مو ما له تاثير مثل المفيدات اللي احنا نستخدمها يا دكتور يا سلام يعني مؤذي سام شفت يعني انت بتحكي كمعقب زي اللي بحط هايبكس على هاي اللي مستخدمه كمبيض مزبوط مش هايبكس بس دكتور الكمية اسمع كمية اليود يا دكتور 1 سنتي يود ل 100 غرام حليب للتر مية يعني نقطة بسيطة نسبة اليود راح تكون هنا انه المواد الفعالة السامة هي كمان اللي المبيدات تكون قليلة جدا الآن أي مادة أيوة. أي مادة بدك تحطها ببالك الكلور مأخوذ منه كلورينيتد هيدروكربونز مبيدات الهيدروكربونات المكلورة عبارة عن هيدروجين مكلور هيدروجين وكلور الكلوروكس اللي عندك في الدار اللي هو الهايبكس تمام أقل من 1% معقم شامل معقم شامل تمسك من قاعدين نعقم فيه يوم نزرع التجارب العلمية فهمت علي كيف بنعقم في كلور الهايبكس اللي عندك نأخذ 1% نص بالمية يعني نص مل أو 1 مل ماكسيموم في 100 مل فهمت علي كيف في 100 مل ماء وبعقم لنا البذور من كل إشي اسمه بكتيريا وفطريات مادة سامة المواد السامة اللي إحنا بنستخدمها إلها أصل طبيعية بتكون زي البيريثروم بيريثروم مادة فعالة اكتشفت من نبات الكرايزين تمام فهمت كيف أو البيريثروم كنبات فهمت علي كيف وقدروا صنعوه المبيدات كلها والمواد السامة اللي بنشوفها أصلها مواد في البيئة وتراكيبها أصلا موجودة في البيئة يوم أقول لك واحد يحط يود واحد يحط لك كلور يعني إحنا مستحضرات هاي مستحضرات هاي مواد أصلا كيميائية انت علي كيف الحليب مادة كيميائية الملح مادة كيميائية هيك بنظرة الكيمياء احنا بنسميه ملح بنسميه حليب بنسميه هايبكس انت علي كيف بس هو مواد كيميائية فاهم علي ابني اي خليط اي كائن الدنيا كلها والحياة كيمياء اوكي هذا المن حكينا آفة رئيسية للعديد من النباتات بيت النباتات تصاب في المن ومشكلتها كمان مش زي مشكلة الوايت فلاي ولكن أشرس كمان بالنسبة لعوائل أخرى بنقل الفيروسات الألوان المختلفة للمن وكجميع المحاصيل الأطفال
الآن عند امتصاص المواد من النبات بتعمل نقصان، يعني بتستهلك العصارة النباتية، وفوق هذا بتخل في التوازن الهرموني داخل النبات، لأنه السائل أو العصارة النباتية فيها هرمونات، وعملية السحب الشديد إلها من قبل المن بيعمل لنا تخريب للنظام الهرموني في داخل النبات. ممكن تقتل النبات أو تسقط الأوراق. شايفين هاني ديو حبايبي؟ سبحان الله. هاني ديو كيف تفرزها؟ حكينا. هو أنا بحكي قاعد إنه سلايفل سكريشنز اللي هي الإفرازات اللعابية اللي بتفرزها المان، فهمت علي كيف؟ كمان بتعمل ردة فعل في النبات، بتكون ردة الفعل هاي عبارة عن مالفورميشن، تشوه في الورق، تشوه في النبات نتيجة السلايفر سيكريشنز اللي هي الأنسجة اللعاب أو مثل محمد إفرازات اللعابية. العالم كله بتخاف من الإيفت لأنه الضرر الرئيسي تبعه نقل الفيروسات. طلع عملية الولادة. هذا تكاثر غير جنسي بنتج عنده تكاثر عضري، يعني كولادة. شايفين هاي بتطلع الحورية first installment، الحورية الأولى من أجهزة هناك بلاقي الأعداد مباشرة عندها أربع انسلاخات حتى توصل للطور البالغ. هاي الانسلاخ، هاي شايفين هاي السكن اللي بتتركوه، هذا بخلينا نعرف انه كعلامة له انه كان موجود هناك. الآن الأضلت إما بتكون غير مجنح أو مجنح. شو اللي بيخلي المن يعطي مجنح أو غير مجنح؟ شو العوامل تبعته دكتور؟ ممكن الظروف البيئية، حسب الظروف البيئية. مين عبد الله بيحكي؟ هو البيئة تكيف فيها دكتور، البيئة تكيف فيها الحشرة. أولاً الظروف البيئية غير مناسبة بتصير معنا، على سبيل المثال ارتفعت درجة الحرارة، قلت درجة الحرارة، هذا المن حكينا درجة الحرارة اللي بتنابه 22 فما دون، ماكسيموم 25، وصلت الحرارة أعلى من 22-25 صار إنه بده يتوقف، فهمت كيف؟ أو يطير إلى عائل ثاني مشان يقضي فترة التشتية. فترة التشتية في المن غالبية في الطور المجنح، واللي هو بنتقل من العائل اللي بتشتي عليه لأنه المحصول بكونش موجود، تطلع على نبات ثاني. انت عليك أحد العوامل هو الظروف البيئية، غيره أعطونا سبب ثاني لتكون دكتور. ممكن للتزاوج أو أنها يعني تطير تدور على أماكن مناسبة أكثر. في ملاحظة أنا حسب خبرتي والله أعلم، يعني هو في تكاثر جنسي بنتج عنه بيض، فهمت علي كيف؟ بس أنا لحتى الآن يعني الآفات الرئيسية من المن ما وجدتش إلها بيض على المحاصيل. هذا قد يعزى إلى إنه الظرف الظروف الملائمة، يعني ظروفنا ملائمة زيادة على اللزوم للمن، لأنه عندنا عدة مناطق وعدة درجات حرارة، بحيث انه بيقدر يطلع من مثلا اليوم ارتفعت الحراره هون بيطلع مناطق ابرد وموجوده، لانه عندنا عده مناطق، عندنا غور، عندنا شفا، عندنا سهل، عندنا صحراء، يعني بيقدر يضلوا يعامل دوره كامله
بين المناطق هاي، فهمت علي كيف، بحيث انه يلاقي ظروف مناسبه له. المقصد انه تجاوز الجنسي مشان مثلا عنده بده يصير مقاوم، عنده ظروف قاهره شغله زي هيك. لكن هون عندنا غالبيه المن والتجاوز عضري، تكاثر عضري. احد الاسباب الاخرى حكينا عن الظروف الجويه زي ما تفضلتوا، خلينا نحكي الازدحام الكراودد، لما يكون عندي انا كميه من موجوده على ورقه معينه وتزاحمت زادت الاعداد زياده على اللزوم، صار المن بده يطلع على ورقه ثانيه، يطلع نبات ثاني، يطلع منطقه ثانيه، لانه بده مساحه ياكل فيها، مزبوط ولا لا؟ فبيعمل اطوار مجنحه، يعني نبات تطلع عليه عليه 5 منات 10 منات 100 منة، اوكي لهم مكان ياكلوا. اكثر من هيك على سبيل المثال على الورقه او على النبات، كيف صار عندهم تزاحم، بتلاقي بدات الافراد الطياره تظهر، اوكي؟ بتتطور دكتور، هي اصلا بتطور حالها انها مثلا مثلا ما كانت تطير عشان تصير تطير، مثلا تلاقي الاكل تاعها الان تطور. هو الان في بدايه الموسم بتكون مجنحه، بتروح تدور، اوكي؟ بعد ما تدور تقر، تسقط الاجنحه وبتصير انت بتحكي كل الافراد غير مجنحه بالنسبه للبالغات. لكن بعد ذلك تكثر مثلا الافه، تلاقي مثلا زي الفول المني الاسود اللي عليه عبى الدنيا، مضبوط ولا لا؟ طيب اوكي، انتهت المساحه الموجوده على الفول كلها من، طب وين من وين صار ازدحام؟ وين المن شو بده يعمل؟ برجع بيعمل مجنح وبطير، اوكي؟ بيبحث زي ما حكيت وصليح، بده يدور على مصدر غذاء ثاني، اوكي؟ بيعمل الطيار. اوكي دكتور. اوكي. الآن مكافح المن بيعتمد على النوع المن وظروف الجوية والمحصول، لأنه آفة تختلف أهميتها من محصول لمحصول، تختلف الأنواع الموجودة، درجات حرارة ملائمة لدرجات حرارة ملائمة، في عنا من بده درجة حرارة باردة، في عنا من معتدلة، في عنا من بقدر يعيش على 32 33 34. يعني دائما الاطوار البالغه بتكون فيها الوان، خصوصا الوان غامقه على المجنح، يعني مجنح ممكن يكون عندك بوليمورفيزم اللي هو تعدد الاشكال، فاهمين علي حبايبي؟ يعني في انواع كثيره من المن بتلاقيها، منها الاخضر ومنها الاحمر ومرات على بني وشغله زيك، نفس النوع نفس النوع عده الوان. كيف شايفين، كيف شايفين الفيديوهات حلوة؟ دكتور ما شاء الله عليه كويسة. هسه نشوف لنا التوتة بسلوتة. دورة حياة التوت أبسولوتة العثة ليف ماينر. ليف ماينينج موث، مش ليف ماينينج فلاي. حكينا شو يعني فلاي، شو موث، شو يعني عثة، شو يعني ذباب. تذكر من المحاضرة حبايبي. ليف ماينر غالبي دكتور النشاط الليلي او انها حافره، يعني مش تحفر حفر. الليف ماينر بشكل عام هو دوبا دكتور. بالنسبه للاجنحه دكتوريه، انه مثلا في الاجنحه او حرفشي او غشبيه او احنا كمصطلح ليف ماينر هو صناعات الانفاق، على طول بيجي بالي على اجرومايزدي، اجرومايزا اجرومايزدي، هو العائله بتبع لها صناعات الانفاق في ثنائيه الاجنحه ديبترا ذباب، اوكي، اللي بتيجي على الحمضيات الى اخره. لكن هاي بدنا نحكي ليف ماير بنميزها انها موث، انها عثه، انها اللي بدو بتروح حرشفيه الاجنحه، اوكي، هاي عثه، دير بالكم. ليف ماينر موث، ليف ماينر لحالك كلمه ليف ماينر على طول بيجي بالنا انه
صانعه الانفاق العاديه اللي بتعمل لك هاي الانفاق اللي على الورقه اللي بتكون متعرجه ولكن دغريه، اما هاي مرت عسل. دكتور في نوعين، هو في نوع حشفيه وفي نوع ثنائيه. اوكي مش خلاف، مشان بنحكي لك انه في نوعين، لكن يوم انا بدي احكي عن النوع اللي بيتبع لحرشفيه الاجنحه بدي اقول عثه صانعه الانفاق، العثه صانعه الانفاق اللي هي توت ابسولوتا. انت علي كيف؟ هاي طلع هون توميتو ليف مايننج، حفار الاوراق على البندوره موث عثه. انت علي كيف؟ لكن مثلا توميتو ليف مايننج، طبعا عندي الثاني حفار اللي تابع للاجرومايز دي صانع الانفاق على البندوره، كيف بدي اميز اثنين؟ لازم اقول لك مرت انه لا هذا يعثر، وهذا مقصود فيها التوت ابسولوت. بتحب البندوره بشكل رئيسي عن سائل النباتات، طلعوا كيف تغذية تبعتها. حكينا من بين 50 الى 100% خسائر في البندورة، قد تسبب 100 من 50 إلى 100% في خسائر على البندورة. طلع عملية الأكل تبعتها كيف حبايبي، شايفين هاي البيوض تبعتها كيف شكلها متفرقة بين الكريمي للأصفر تحت النباتات. هاي بدأت تفقس تقريبا 260 بيضه في حياه الانثى تقدر تبيض. هاي طلعت اكثر شيء دامجينج اللي هو ضار اليرقه اللي بتطلع من البيضه. هاي اليرقه العمر الاول بدات تغذى على الساق الساق وعلى الاوراق وبتعمل انفاق. طلع كيف التغذيه تبعتها، هاي اجزاء الفم القارضه شايفين عريض عريض. بتعمل تساقط اوراق وتطلع المساحات الموجوده من الورقه اللي غزتها الليف ماينر توت ابسولوتا، يعني ما ضلش جزء ورقي في النبات، يعني هاي تسقط الورق او بتجف ما ضلش شيء صنع غذاء للنبات. الان الثمره اللي بتثقبها الليف ماينر او مكان الانفاق هاي لو دخلتها كمان فطريات او بكتيريا بتزيد البلطين، يعني بتزيد لنا اصابه ثانويه كمان، هاي بتاثر على النبات. هاي الرابع طور الرابع 12 ل 15 يوم بتكون واصله الرابع. ممكن تلاقي لها ممكن تلاقيها برا. البيبيشن اما على سطح التربه تمام او على السطح الورقه بتكون عامله البيبيشن او بالداخل النفق نفسه بتعمل التطور الحوري الكوكون تبعتها. هاي البيوبا هاي العذره هاي الكوكون عامله كوكون تطلع منها هاي بتطلع بعد بتطلع البالغه من الحوري. اللايف سايكل تبعتها بين 25 ل 30 يوم 25 ل 30 يوم دوره الحياه كامله من البيضه الى البيضه الاخرى، من بيضه لعضلت ولعضلت تبيض، يعني دوره الحياه بيضه يرقه عذراء للبالغه للبيض. 25 30 يوم حكينا تقريبا 260 بيضه تضاء الفونت.
دكتور عن اذنك انا في عندي محاضرة زينة وبدها تبلش. يلا الله يعطيك العافية، نستكفي اليوم حبايبي. يلا يعطيك العافية. الله يعطيك دكتور. هذول مش مطلوبات حبايبي، مش مطلوبات، هي بس عبارة عن تأكيد للمعلومات اللي اخذتوها في دورة الحياة، كلها موجودة في المادة. اوكي؟ لكن تركيز عليكم. الروابط هاي موجودة في المحاضرة إن شاء الله، راح أنزلكم إياها على المنصة كالرابط نفسه، تقدر تفتح وقت ما بدك. يعني إحنا الزوم الثاني عبارة عن نتمتع في المادة فقط لا غير، نزيد معرفتنا فيها، وإذا في فيديوهات بتخلي المعلومة تركز معانا. يعني هاي إذا بدي أحكي لك على شكل توتا أبسوليوت هاي، وهي بس صورة يختلف إني أشوفها هي طايرة هي متحركة كذا. أوكي حبايبي؟ الله يسعدك، الله يعطيك العافيه دكتور. الله يسعدكم، الله يسعدكم جميعا حبيبي، الله يعطيك العافيه دكتور. الله يعطيك العافيه.